السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني، ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا في رمضان بتصوموا ومبسوطين وفرحانين وبالقرآن دايما قاريين وحافظين. يلا بينا ان شاء الله نبدأ منهج الساينس للسكند تيرم. وصلنا للكونسبت نمبر 4 بعنوان Change and Stability. الكونسبت ده يا ولاد كتير منكم بيقول عليه ان هو صعب يا ميس، لكن احنا النهاردة هنسهله لكم على الاخر. اهم حاجة جهزوا معاكم كشكول عشان الكلام اللي هنقوله ده يعتبر البيزس بتاع الكونسبت كله. هنحط بوينت كده هتحفظوها وتفهموها كويس، هيبقى الكونسبت سهل معاكم على الاخر. الساينس اسهل مع ميس صفاء شعلان. يلا بينا نبدأ على بركة الله. اتمنى لأول مرة تشوفوا قناتي الاشتراك معايا بالقناة، ما تنسوناش بلايك تحت الفيديو، ويا ريت اكتبوا لي كومنت حلو زيكم يفرح قلبي ويشجعني نكمل المنهج مع بعض. Get started what I already know، اللي انا عارفه. احنا عارفين يا ولاد there are many factors such as water and wind that shape the rock. انت عندك صخرة اهي، الصخرة دي ايه اللي ممكن يغير شكلها من الشكل ده ويغيرها يخليها مثلا بالحجم ده وتبقى شكلها مبعكك كده شوية؟ ايه اللي بيغيرها؟ بيغيرها الووتر اللي بتنزل من الرينز من الامطار، وبيغيرها الويند. الحاجات دي هي اللي بتأثر تشيب ذا روكس اون ذا ايرث سيرفيس، هي اللي بتأثر على شكل الصخور اللي موجودة على سطح الارض. Water and wind can break down. الووتر والويند بيعملوا ايه؟ بيعملوا break down، بيعملوا تكسير للروكس. And move them from one place to another، بيحركوهم من مكان يودوهم لمكان تاني. Through two processes، عن طريق عمليتين. اسمهم ايه العمليتين دول؟ اسمهم weathering واسمهم erosion. Weathering وerosion. يبقى الويزرينج والإروجن هما العمليتين اللي بيكسروا في الصخرة الكبيرة دي ويخلوها صغيرة صغيرة، ويبدأوا يكسروا فيها تاني تاني وتبقى أصغر وأصغر، وتبدأ تتنقل من مكان تروح لمكان جديد خالص. عمليتين اسمهم إيه يا ميس؟ اسمهم ويزرينج واسمهم إروجن. طب يا ميس هي ويزرينج معناها ايه؟ معناها تكسير. يبقى ما اقولك ويزرينج يعني ايه؟ يعني بريك داون. وإروجن، إروجن معناها ترانسبورتيشن يعني النقل. يبقى ويزرينج يعني تكسير، ترانسبورتيشن اللي هي الإروجن. طب الويزرينج دي جاية من كلمة ويزر يا ميس؟ جاية من كلمة ويزر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين ويزر وويزرينج؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي بس واحدة واحدة. طيب ايه الصورة الجميلة اللي قدامنا دي؟ الصورة دي عبارة عن وادي اسمه وادي نخر. وادي نخر بالخ، وادي اهو نكتبه مع بعض، وادي نخر. موجود فين يا ميس الوادي ده؟ موجود في سلطنة عمان. طب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ان عوامل التجوية والتعرية اللي هي الويزرينج والإروجن شكلت الأشكال اللي انتوا شايفينها دي في الصخور، زي ما يكون نحتت الصخور وغيرت شكلها وعملت المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. The opposite image shows a large canyon known as وادي نخر. كانيون يا ولاد معناها أخدود أو معناها وادي. يبقى الوادي او الاخدود الكبير اللي انتوا شايفينه ده اسمه وادي نخر. In the country of عمان، في دولة عمان الشقيقة. In وادي نخر water and wind and other factors cause the different landforms، الرياح والمياه وعوامل اخرى شكلت الارض. That there are او there such as high peaks، عملت هاي بيكس يعني عملت قمم كبيرة موجودة قوي في الوادي. وعملت also cracks، يبقى البيكس معناها ايه؟ قمم. وcracks معناها شقوق. in the large rock، في الصخور الكبيرة. يبقى في عوامل اثرت وسببت ان هي تنحت الجبل وتخلي له شكل وملمح تاني خالص جميل جدا جدا، اللي هي الووتر والويند هم دول التو فاكتورز اللي اثروا. وعملوا ايه؟ عملوا هاي بيكس، قمم مرتفعه، وعملوا كراكس، شقوق في وسط الصخر. تمام. طب احنا عايزين نشوف الكلام ده يا ميس.
عينيا. حاضر، احنا متفقين ان احنا كل مره بنقوم برحله. يلا جيت استوديو جريد 4 دير باسنجر، جيت ريدي تو فاسن يور سيت بيلت، ذا بلان ويل تيك اوف. هتروح محافظه ايه؟ لا مش هنروح محافظه بقى، احنا هنروح دوله، هنروح نزور كونتري اوف عمان، دوله عمان، ونتفرج على وادي النخر. نتفرج على الفيديو ده عشان نستمتع بالمناظر الخلابة الجميلة دي. ولازم يا ولاد تاخدوا الساينس بحب، تاخدوه بحب، عشان كل ما تحب المادة اكتر كل ما هتفهمها اكتر وتجيب فيها الفول مارك. مش مجرد ان احنا درسنا المادة وخلاص، انت ممكن تنسى كل الشرح اللي قلناه وتفتكر الفيديو اللي هنشوفه مع بعض. يلا بينا، يلا بينا. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنروح في جولة نشوف فيها وادي اسمه وادي النخر. وادي النخر ده موجود بولاية اسمها ولاية الحمرة في سلطنة عمان، واجمل ما فيها ان احنا هنشوف الجبال وهنشوف الصخور والمناظر الطبيعية اللي موجودة فيها. عايزين اول نعرف الوادي ده سموه وادي النخر ليه؟ كلمة النخر معناها نحت الصخور بفعل العوامل الطبيعية اللي منها تأثير الرياح وتأثير المياه. وطبعا عملت اخدود في قلب الصخور وكان طوله حوالي 10 كيلو متر زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال. وبيتميز كمان ان في بركة مياه عذبة وفي حوالي 15 عين مياه طبيعية، فالمنظر خلاب وجميل جدا جدا، بيوضح جمال الصورة ومنظر الوادي اللي منحوت في وسط الصخور. بصوا جماله عامل ازاي، ما شاء الله، حلو قوي قوي، بيشجع الناس كلها انها تروح تزوره. وده الطريق في بداية، اهو في بدايته عاملين مسجد سموه مسجد الصفا، عاملينه كله من الصخور في بداية الطريق قبل ما يوصلوا لوادي النخر. شايفين؟ هنبدأ بقى نطلع لفوق. شايفين دلوقتي احنا طلعنا اهو فوق في اعلى وادي النخر، ده المنظر من اعلى. بصوا المنظر والصخور اللي منحوتة، شايفين عاملة منظر الوادي جميل جدا جدا. ده كله بفعل العوامل الطبيعية هي اللي نحتت الصخور بالشكل ده، عشان كده سموه وادي النخر. وادي ده الكهف ده اللي بتنزل منه المية اللي عاملة بركة المياه الطبيعية دي من اعلى. بصوا منظرها عامل ازاي، ما شاء الله جميلة جدا، مية عذبة طبيعية حلوة قوي. والشباب طبعا بيقوموا بدورهم، بصوا المنظر من فوق من اعلى، بيوضح منظر الوادي. وادي بركة المياه الطبيعية اهي، ما شاء الله حلو قوي قوي. اتمنى لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة، وما تنسوناش بلايك على الفيديو. لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت. وبعد ما رجعنا من الفيديو بتاعنا هنقول بقى احنا في اليونت ده هنتكلم عن ايه. In this unit you are going to study how weathering and erosion shape the earth's surface. ازاي الويزرينج اللي هو لون التكسير والإروجن عملية النقل بتغير في شكل سطح الأرض. بصوا هنا في weathering of rocks، بصوا عملية التشكيل، شايفين الصخور بقت متشكلة عاملة ازاي، شايفين الأشكال اللي حصل فيها دي. طيب the role of the following factor in weathering process، دور العوامل دي في عملية الweathering اللي منها الwater والwind والplant roots الجذور بتاعت النباتات والacid rains. فاكرين الacid rain الأمطار الحمضية اللي احنا شرحناها مع بعض نتيجة تلوث الهواء بالكربون دايكسيد جاز والأكسجين جاز in air. how deposition process، ازاي عملية الديبوزيشن، دي كلمة جديدة نحفظها، عملية الترصيب. process helps in the formation of different landscape، بتغير وبتكون أشكال مختلفة on the earth surface على سطح الأرض. concept 4.1 بعنوان breaking down and moving rocks، يعني هنبدأ نكسر في الصخور ونبدأ كمان نحركها من مكانها نوديها لمكان جديد. lesson 1 activity number 1 can you explain، ممكن انت تشرح بقى الصورتين دول. picture 1 broken rocks، شايفين صخور والصخور دي في اجزاء منها حصل لها broken اتكسرت. picture 2 coastal rocks، الصخور اللي بتبقى موجودة في الساحل. طيب تعالوا نشوف the picture above
show some change in the earth surface. الصور دي بتوضح لنا تغيرات في سطح الارض. What are the factors changing the earth surface؟ العوامل اللي بتأثر على سطح الارض وبتؤدي الى ان يحصل له changing، ان هو يتغير. The surface of the earth is always changing due to the effect of، تعالى عند كلمة of دي وقف يا معلم. يبقى سطح الارض دايما بيحصل له change، بيتغير نتيجة تغيرات بتحصل له، نتيجة عمليات بتحصل له، نتيجة factors بتحصل له. ايه هي الفاكتورز دي؟ هنختصرها بتلات رموز، W سوري عشان الخط انا بكتب بالماوس W. يبقى الحاجات اللي بتغير لنا سطح الارض 3W W W W، كأنك هتكتب ايه، هتكتب لاين على الانترنت كده او سايت على الانترنت. ايه هما ال 3W دول؟ هما الويند اول W، والووتر تاني W، والويزر تشينج تالت W. هنا بقى قلنا كلمة ويزر، ما قلناش كلمة ويزرينج بإضافة الـ ING. الويزر دي اللي هي الطقس، تغيرات الطقس اللي بتشمل التمبريتشر، درجة الحرارة. يبقى W W W هم دول من الفاكتورز اللي بيأثروا على السيرفيس اوف ذا ايرث وبيحصل لها تشينجينج، اللي هي الويند والووتر والويزرينج تشينج. Examples as you see in picture 1، wind can break down rocks. الويند الصورة الأولانية اهي، بتيجي رياح شديدة تخبط في الصخور دي تعمل لها بريك داون وتتكسر يا عيني وتبقى حتت صغيرة كده ايه في الأرض. يبقى الويند can break down rocks and can move the small particles of rocks from an area to another، وتبدأ تحرك الجزيئات اللي اتكسرت من مكان لمكان آخر. طيب picture 2 water can change the shape of rocks. المية كمان ممكن تغير شكل الصخور. يميس ممكن تغير شكل الصخور. ادي اهي صخرة كبيرة في وسط المية، وهنا برضو صخرة كبيرة في وسط المية. طب شايفين الهول اللي في النص ده؟ مين اللي عمل الهول ده؟ الووتر. الووتر من كتر ما بتقعد تخبط في الصخور دي عملت الفتحة اللي انتوا شايفينها في وسط الايه؟ في وسط الصخور دي. يبقى الووتر برضو ليها تأثير ان هي بتغير الشكل بتاع الروكس. تمام، كلام جميل. In this concept we will study، هندرس ايه بقى في الكونسيبت ده؟ هندرس changing the earth's surface، تغيرات سطح الارض. هندرس حاجة اسمها rocks and canyon، اللي هي الصخور والاخدود. هندرس الويزرينج، عملية الويزرينج اللي هي التكسير. هندرس types of weathering، انواع عملية التكسير اللي بتتم على الصخور دي، فانواع العمليات ايه. هندرس causes of weathering، اسبابها ايه. هندرس الإروجن، الانتقال للجزيئات اللي اتكسرت من الصخرة دي. وهندرس عملية اسمها الديبوزيشن، الترسيب. في كلمة فاكتور عوامل، بريك داون يعني تكسير أو تفتيت، لاندسكيب مظاهر السطح، لاندسكيب مظاهر السطح، كانيون قلنا أخدود أو وادي، ديبوزيشن ترسيب، بارتيكلز جزيئات، إروجن تعرية، ويزرينج تجوية، روكس صخور. طيب عشان نكمل برضو المفهوم بتاعنا ومش عايزة الدرس يبقى طويل، احنا هنقسمه على جزئين بس، انا عايزة سبورة افهمكم اساسيات الدرس ده ايه عشان لما نكمل بقية الليسونز تكونوا فاهمينه كويس قوي. يلا مين يجيب لي سبورة وقلم ماركر يبقى شاطر. يلا ادي السبورة بتاعتنا، يلا بقى نكتب مع بعض. انتوا عارفين يا ولاد انا بشرح لكم الساينس بكل حب وود، كل حب وايه وود. يعني ايه ود يا ميس؟ ود اخت الحب اسمها ود. طب احنا بندرس بالانجليش يبقى هنتكلم ونكتب بالانجليش، W E D W E D W E D W E D، انطق معايا، يبقى اسمها ود. يبقى مع ميس صفاء الساينس احلى واسهل لانها بتشرح بكل حب وود، كلام جميل. نيجي بقى نقسم كلمة ود دي لثري بارتس مع بعضينا، 1 2 3. خلي بالك دي اساسيات الدرس اللي هنقول عليها بقية المفاهيم بتاعتنا كلها. اول واحدة هي ايه؟
يبقى اتفقنا يا شباب ان احنا بنحب بعض وبنشرح بكل حب وود. ود دبليو اي دي، الدبليو دي اختصار كلمة ويزرينج، الاي اختصار الروجن، الدي ديبوزيشن. طيب بالعربي بقى ويزرينج معناها تكسير، تك سير. الروجن معناها نقل، اكسر حاجة بعدها هعمل لها ايه؟ هعمل لها نقل. ديبوزيشن معناها ترصيب، يبقى تكسير ونقل وترصيب. ويزرينج الروجن ديبوزيشن، ود معناها ويزرينج الروجن ديبوزيشن. انا عندي طوبة كبيرة اهي، دبشة اسمها ايه؟ روك، روك صخرة. عايز اعمل لها عملية تكسير، هعمل لها ويزرينج، هعمل لها بريك داون اوف روكس انتو سمول تايني بارتيكلز، هبدأ اكسرها تبقى اجزاء صغيرة كده. تمام، كلام جميل. بعد ما اتكسرت بقت حتت صغيرة كده، هنعمل لها حاجة اسمها اروجن. اروجن يعني ايه؟ الكلمات دي حفظ، لان هتبقى في الكونسبت اللي جاي واللي بعده واللي بعده وفي الاسئلة، فحفظ، لان هو هيقعد يضحك عليك في الاسئلة واحنا بنحل اكسرسايز بتغيير الكلمات دي، وهي معناها كلها كلمة اروجن، عشان كده لازم نحفظها. اروجن معناها نقل. انا كسرت الدبشة الكبيرة بعملية الويزرينج، يعني بتأثير الرياح وبتأثير الووتر وبتأثير التمبريتشر، اتحولت لي سمول بارتيكلز بالشكل ده، هعمل لها اروجن نقل، او هعمل لها ترانسبورتيشن يعني نقل، هعمل لها ترانسفير يعني النقل، هعمل لها تشينج بوزيشن بغير مكانها يعني نقل برضو، هعمل لها تشينج لوكيشن بغير موقعها يعني نقل برضو، from one place to another من مكان لمكان اخر. يبقى لازم كل الكلمات دي اللي بتساوي كلمة erosion تكون حافظها. transportation، repeat after me، transportation transportation، transfer transfer transfer، change position change position change position، change location change location change location، from one place to another يعني بتغير مكانها او بتغير موقعها من مكان لمكان جديد خالص. بعد كده بيحصل لها عملية اسمها ايه؟ اسمها deposition. deposition بقى هتيجي الرياح تاخد الفتافيت الصغيرة بتاعت الصخرة اللي اتكسرت دي، وتبدأ ترصبها 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 ترصبها، تترصب كده ورا بعضها. يعني مثلا لو دي رملة، تيجي تعمل لك كده ايه؟ جبل من الرمال المتحركة نتيجة عملية اسمها deposition. يعني ايه deposition؟ يعني laying down of sediments، laying down of sediments يعني بتحط الرواسب على بعضها. sediments يعني ايه؟ رواسب، بتحط الرواسب كده على بعضها. laying down of sediments after its erosion، بعد ما حصل لها عملية الerosion. يبقى نقول كمان ود يعني ويزرينج، يعني بريك داون اوف روكس انتو سمول تايني بارتيكلز، اروجن يعني نقل، بعد ما كسرتها هعمل لها اروجن، بتساوي الكلمات دي كلها ترانسبورتيشن ترانسفير تشينج بوزيشن تشينج لوكيشن فروم وان بليس تو انذر. اخر عملية الديبوزيشن اللي هي الترسيب، laying down of sediment after its erosion. الكلام ده كله هنشرحه في الكونسبتات اللي جاية بالتفصيل، بس دي البيزز لازم تكون عارفة. وفي برضو نقطة ان الويزرينج دي بتتقسم لتو بارت، بتتقسم لحاجة اسمها ميكانيكال ويزرينج، وبتتقسم لحاجة اسمها كيميكال ويزرينج، دي اللي هنقولها برضو في الكونسبتات اللي جاية بالتفصيل. اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم هنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بقيه شرح الدرس. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معايا في القناه، واكتبوا لي كومنت حلو زيكم، ما تنسوش نعمل لايك على الفيديو. كانت معاكم دكتوره صفاء شعلان، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.